عندما تلتقي العقول تلمع أفضل الأفكار، لكن جلسات العصف الذهني التقليدية دائماً ما تواجه مشكلة عدم حصول الجميع على فرص متساوية لطرح أفكارهم. فقد يسيطر بعض المشاركين على الحوار، بينما قد يمتنع البعض عن المشاركة فيه. ومن ناحية أخرى تشجع الكتابة الذهنية الجماعية المشاركة المتكافئة باستخدام الكتابة بدلاً من التوليد الشفهي للأفكار. انتقي فريقاً من 6 أفراد أو أي عدد آخر، بشرط أن يكونوا مزيجاً من أشخاص على دراية بالقضية المطروحة وآخرين لديهم منظور جديد للأمر. في الجولة الأولى يمنح كل مشارك 5 دقائق ليكتب 3 أفكار محتملة على ورقة العمل المقدمة إليه. في الجولة الثانية توضع أوراق العمل على طاولة، حيث يمكن للمشاركين الآخرين التقاطها ليضيفوا للقائمة أو يقدموا أفكارهم بناء على الأفكار المدرجة بالفعل في صف منفصل. يتم تكرار الدورة حتى يكون كل مشارك قد كتب 3 أفكار على كل ورقة من أوراق العمل 6، وهكذا يكون كل مشارك قد قدم 3 أفكار في كل 5 دقائق بنهاية 30 دقيقة، فيكون لدينا ذخيرة تضم 108 أفكار. ويمكنك حينئذ مناقشة الأفكار أو توضيحها أو تحسينها ودمج الأفكار المتشابهة للوصول إلى أفضلها فيما يخص الموضوع المختار. فمن خلال البدء بالكم يمكنك الوصول إلى فكرة مبتكرة عالية الجودة تساعدك على الخروج من الصندوق.